وبهذه المناسبة ننبه إلى أن هؤلاء الذين يطلبون من الناس أن يدفعوا لهم أثمان الأضاحي أو أثمان العقيق العقائق أو أثمان النذور من الذبائح التي ينذرونها ليذهبوا بها أو يرسلوها ويشترى بها في مكان آخر يزعمون أن فيه فقراء محتاجين أن هذا خلاف السنة خلاف المطلوب، فإن هذه الأضاحي وهذه العقائق شرعت في البلد وفي البيت وفي محيط الأسرة، فإذا ذهبت إلى بلد آخر لم يحصل بها الغرض المطلوب ولم تتأدى بها الشعيرة المطلوبة. نعم.